السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم، دائما في قناتكم كالعادة في دورة روتينية إن صح التعبير، باش نجيب لكم الأخبار من مختلف المواقع العربية الإفريقية والأوروبية حول عدة قضايا متعلقة بالمنتخب الجزائري وكيف ندافع عن المنتخب الوطني الجزائري ونحميه من كل شيء، وبالإضافة نفضح الكورسة في إفريقيا. لأتفاجأ بعدة مواقع خصوصا المصرية والعربية بصفة عامة وحتى الإفريقية وحتى الأوروبية تقول أنه جمال بالماضي مدربا لمنتخب مصر. بعض المواقع تقول جمال بالماضي من المرشحين، هما كاين ثلاثة مرشحين لخلافة جمال، لخلافة روي فيتوريا اللي هو المدرب البرتغالي السابق لمنتخب مصر. بالإضافة مواقع أخرى تقول أن المفاوضات انطلقت. كل واحد مش يقول، لا أقول على كل حال ما نقدرش نقول لكم رسميا، المهم مفاوضات رسمية راهي ما بين اتحاد المصري لكرة القدم وثلاث مدربين من بينها جمال بالماضي. لذلك ارتأيت أني أتصل بزملائي من دولة مصر الشقيقة بغية مناصرين، باش نحطكم يعني ماشي حاجة كبيرة، لكن المناصر على العام عنده أخبار كما احنا عندنا في الجزائر أخبار ما فادوها جمال بالماضي ما بين الإقالة والاستقالة وما شابه ذلك. على كل حال هذا الفيديو علاش حبيت نديره احبابنا خاوتنا، باش نديره يعني مقاربات ما بين الاتحادية المصرية واش راح تقدم ضمانات لجمال بالماضي، ونحن واش درنا مع جمال بالماضي، وهل السبب في جمال بالماضي او في اشياء اخرى. لانه قلنا انه احنا في الجزائر لما تجيب ثلاث مدربين عالميين بالطريقة هذه ماش نحقق نتيجة. على كل حال الخبر راهو صحيح بالنسبة لي أو في الأواسط الأنصار المصريين، الخبر صحيح حتى أن شريحة منهم كبيرة تطالب بالتعاقد مع جمال بالماضي لعدة أسباب، لأنهم لا يريدون منتخب، لا يريدون مدرب أوروبي، يعني يريدون مدرب يعرف الكرة الإفريقية. وجمال بالماضي ما كاش خير منه، لأنه ست سنوات خمس سنوات أقول يعني أكثر في إفريقيا مع المنتخب الجزائري، وأيضا عنده كأس إفريقيا، يعني يعرف كيفية الوصول لكأس إفريقيا، يعرف الكولسة في إفريقيا، ويعرف كل شأن الحكام، وبالتالي يعني يطالبون بجمال بالماضي وليس مدرب أوروبي آخر اللي راح يبدأ من دار وجديد وراح همه يعني شغله الشاغل إرضاء الإعلام. على كل حال لذلك قلت يعني كسؤال مباشر، قلت يعني هل تعتقدون أن جمال بالماضي راح ينجح في المنتخب المصري؟ يعني هل الإعلام المصري لو يخفق جمال بالماضي هل راح يكونوا ضده أو يكونوا معاه؟ هنا اللي كانت الطامة الكبرى. قال أنه الإعلام في مصر، صراحة الإعلام في مصر مش كما الإعلام في الجزائر. الإعلام في الجزائر كما احنا نقولوا عندهم حرية التعبير إلى أبعد حدود. هنا في الجزائر حاب يتكلم انتقدنا لصبح، واحد راح يقول لك عليه، وهذه ميزة مليحة في الدولة الجزائرية أنك تكون عندك حرية التعبير. لكن أما في مصر يعني أحيانا ليخرج عن السرب أو صح التعبير، لو مثلا لو قناة الهداف مثلا كانت في دولة مصر لأغلقت ولا على الأقل كان عقوبات على الصحفيين. لذلك قلنا وأيضا أكد لي أنه أحيانا تكون هناك عقوبات صراحة على أو مش عقوبات، تكون أوامر صارمة بعدم التكلم سلبا على المنتخب المصري، خصوصا على مقربة من المنافسات الكبيرة. يعني مثلا لو منتخب المصري على مقربة من كأس أمم إفريقيا، يعني يلزم من طرف الاتحادية وتلزم كما احنا في الجزائر وزارة الاتصال وسلطة الضبط السمع البصري، لا ادري واش يسموها هما هذاك، نسيت واش قال لي عليها، لكن على العموم هذه تفرض على الابلاطوهات انهم ما ينتقدوش المنتخب المصري قبل المباراة، بعد المباراة قدم رايك. حتى الانتقاد نتاعهم شفناه يعني نوعا ما بناء، يعني ما عندهمش كيما احنا اتكلم وراك في الجزائر، هما لا، يعني كل كلمه تحاسب عليها. بالاضافه الامور الماديه هي راهي ميسوره بالنسبه لهم، وبالاضافه انه المنتخب المصري يقولون انه بحاجه الى مدرب مثل جمال بالماضي، لانه لا يريدون فارق السن كبير ما بين المدرب واللاعبين، وايضا يقولون ان عندهم لاعبين شبان، يعني احنا نقولوا ما يقدر لهم غير جمال بالماضي، لانه جمال بالماضي ما عندوش العاطفه، لانهم يقولون حسب روي فيتوريا المدرب السابق اللي هو برتغالي لمنتخب مصر
السابق أقول أنه كان يعتمد على العاطفة يعني أكثر من الميدان. في كل مرة العاطفة هي اللي كانت كما احنا نقولوا تسيرهم نحو الهاوية. وبالإضافة يقولون أنه المدرب السابق يسمع كثيرا إلى يعني الصحافة وش يتقول والأنصار شم يقولوا. مثلا الأنصار قالوا جيب هاني سعيد، إما يكون هاني سعيد. الأنصار قال لك محمد صلاح ما لازم يخرج، إبا يخرج. يعني ما عندوش هذيك ما نقول الجرأة في اختيار اللاعبين وتحمل المسؤولية. لكن يقولون أن جمال بالماضي يتميز بهذه الميزة، أنه لا يعترف بهذا الأنصار عم يطلبوا بكذا ولا عم يطلبوا بكذا. بالماضي حاب يجيب بالليلي جاب بالليلي، حاب يحاوز فلان حاوز فلان. يعني ما عندوش هذيك العاطفة. احنا على كل حال وش راح نقوله، الاتحادية المصرية لو نقارنوها بالاتحادية الجزائرية، الاتحادية المصرية عندها كما احنا نقولوا يد في الكاف، عندها خطوط، عندها خيوط إن صح التعبير، ليس خطوط، مع أنه عندها خطوط حمراء على كل حال، عندها كما احنا نقولوا يدين ولا واصلين في الكاف، فبالتالي بإمكانهم أنه يحموا نوعا ما المنتخب المصري، وأنه هو أيضا منتخب مصر تعرض لمؤامرة، لكن ليس كما المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري مستهدف بالزام، لازم احنا في الجزائر باش تنجح لازم تكون كما فوزي لخجع، لازم تكونس كما هو سينو ما تربحش. على هذه قلت في فيديوهات توعية السابقين أنه لو نجيبوا أنشيروتي وغوارديولا وزيدان هذه حفظوها هذه في المنتخب الجزائري لن ينجحوا، لأنه في الجزائر بلد مستهدف من طرف الكولسة. يعني حتى تجيب مدرب لما تضرب الجزاء ما يصفرها لكش، لما تقيس مدافع يعطي لك بطاقة حمراء، ضرب الجزاء ديال الخصم ما راح نديره والو. لذلك نتمنى من وليد صادي العمل على هذا الشيء صراحة. احنا وش حنقوله بالنسبة لجمل بالماضي؟ لا نعلم هل هو خبر صحيح. الخبر صحيح، خبر صحيح، لكن هل ستتعاقد الاتحادية المصرية مع جمل بالماضي؟ لا نعلم. هل تتعاقد الاتحادية الجزائرية الاتحادية المصرية مع جمال بالماضي؟ لا نعلم. لكن على العموم باعتبار جمال بالماضي جزائري وباعتبار منتخب مصر دولة شقيقة، نتمنى أنه جمال بالماضي ينجح مع منتخب مصر باش تمك ونقولوا يا حسرة وكان غير بقى جمال بالماضي لرانا الدين الله كوب دافريك. على كل حال سواء راح سواء ما راحش، بالتوفيق للناخب الوطني جمال بالماضي، أين ذهب أين رحل وارتحل، نتمنى ونشوفوه في المنتخب في أي منتخب باش نشوفوه في كأس أمم إفريقيا، لما لا نشوفوه نتقابلوا معاه في كاش مباراة لا نعلم. على كل حال الخير دائما فيما اختاره الله. إذن شاركونا برأيكم في التعليقات، هل تظنون أن المنتخب المصري يعني أجدر باش يتعاقد مع جمال بالماضي، وهل جمال بالماضي بإمكانه أن يتحكم في المنتخب المصري وينجح مع المنتخب المصري؟ وشاركونا برأيكم. على كل حال ولا أطيل عليكم إخواني أخواتي أكثر من هذا، ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما وجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.